هاي جايز، I'm dying my hair. كنبان مزعتة. استلم الدراري والدريات اللي ما غادي نصبغ شعري حيت new circle new chapter of my life. خارجة من واحد ديبريسيون ديال 2 شهور ولا 3 شهور ولا ما عرفتش واحد الوقيتة مابقيتش كنحسب. يعني خاصنا نديرو جديد، والجديد هو شعري. غادي نقول لكم على my hair. غادي تشوفوني كنصبغو كامل لاول مره، باسكو دي اونلي تايم اللي صبغت شعري راسي صبغت غير واحد الزغبات هنايا وهاد النص، ماشي النص غير هاد البوينت هذا. الا ما عمركم شفتو انا كنصبغ شعري غنحط لكم فهاد الاي اللي هنايا. ديجا قبل ما نبدا ندوي لكم على شعري خصني نفك هاد الشكوك. وعرفتي خليته توسخ مزيان حيت خصك ضروري تخليه يتوسخ قبل ما او ماي جاد. غادي شوف قال لك كيرلي هير از كيوت. خاص يكون عندك الخاطر ديال الدنيا والدين باش يكون عندك كيرلي هير، وكيرلي هير بوغوس. سو دابا غادي نحاول نفكوه بهذه المشطه هادي، باسكو واخا ما عرفتش شحال تكون كتشري في المشاطي في العالم يكون عندك مشاطي بوغوس، يعني دوك كتر فيهم السنان، وها وحده في الغوز، وحده فيها يونيكورن، وحده فيها الالوان ديال الطايفه، وحده اون بوا، وحده اون بلاستيك. هذه الوحيده اللي غادي تفك لك يور كيرلي هير. سو ديجا كنت صبغت شعري كحل، ماي هول هير زعما كحل، ولكن صبغاتو لي مي هي اللي عاونتني فيه. دابا غادي نصبغ راسي. اخر مره خليت معاكم شعري كان بحال هكا، شي واحد صغيبه هنايا وصغيبه هنا حيت كانت مشات صبغه كامله، ولكن كان عندي ستاج وما قدرتش ندخل ستاج بمي بينك هير. سو صبغت هذوك البارتيات هادو اللي هنايا، كانت عندي وحده هنا وكانت عندي هاد التحت. راه از يو كان سي دابا كيبان لكم شويه شهب على الاخرين، كتبان لكم شي هذا اهو شويه شاب على الاخرين حيت مشات منو الصباغه. قلت مع راسي غادي ندخل للسطاج وغادي نصبغو بالقهوه، وما غادي ما غاديش نعاود نقيسو حتى نمشي للبحر باش الصباغه مزيان تحيد، وما غاديش نقيس شعري، غادي ندير صباغه فوق منه اكسبيريمنت. دابا انا ما بغيتوش يكون لايك برايت بينك. حتى ما قلت لكمش راه غادي نصبغو فيولي، فهو ماشي فيولي هو بينك، وراه في البواطه مكتوبه فيولي حيت هاد القرعه كانت ديجا عندي ودرتها في هاديك الزغيبه ولتحت. حسابي غادي يخرج ليا لايك دارك بيربل، ولكن خرج وما خرجش لا دارك بيربل وما خرجش هذاك الفيولي شويه مينتي، خرج فوشيا غوز بحال غداز من حدا الفيولي، فهمتوا؟ ماشي داك سميتو غوز، مهم فوشيا كتعرفوا فوشيا شناهي بحال هكا. كعوض الصويره ديال شعري كيفاش خرج. خص الاول نرجعوا باش نشوفوا النص الثاني، ندير لكم واحد ترانزيسيون واعره ديال الشعر انتم. طارا كيجاكم كيجاكم. دابا انا هذا الشيء خصني نصبغه، هو من فوق بحال هكا. وغا الصراحه ما عرفتش علاش ما كنصبغ شعري وكندير بحال هكا. يو جايز اولا قلتوا لي شي شبهني بسيزا وتشيز شي شبهني بهذيك اللي كاينه في شنو سميتو هذاك سميتو شي حاجه ستيف يونيفرس يونيفرس ستيف. المهم هادي انا ايماجيني وني دايره نضاضر. صبروا ندير الكاسك ديال ايماجيني وني دايره نضاضر، ولكن والله الا اي كاميرا هيك شي نهار غادي نزعم وندير شي كيولي افخو ياك. ديري جايز دونت كم فور مي، اي دونت نو وات ذيس از كولد، كان لايك ات تو بي اونست. نحاول نجمعو باش ينزل شويه واخا اتس ا لوست كوز، حيت مازال خصني نخرج عند مول الماكياج حيت مشيت عندو قبيله باش ناخذ هذاك الديفلوبر وبغى يبيع لي ب 15 درهم سطي هذا ولا ما عرفتش ميرا. سمحوا لي تحمست واحد شويه نشد نوريكم الصباغه ديالي. هذا هو الصالون ديال الشعر ديالي، نوريكم لي برودوي. حيدتو داك الشيء ودرت صبغتو بالبراون، كنت درت غارني هي اللي كتعجبني الصراحه شاطين، حيت ذيس از وات ماي هير لوكس لايك ديال لا كولور ديال شعري، ماشي ماغون كتجيني ماغون غامقه شويه. سو الشاطون هي اللي كنت درت، رجعت بيه شعري انايا شحال هادي هذاك. مازال بدلوا لي هذا بالباكاجين، الله عليك شفت انا بدلوا لي الباكاجين. انا كنصبغ شعري بالانبريا، كانت شحال هادي هكا كحله، دابا ردوها فيوليت. دابا هاد الباك ياك ها هي لا ريفيرونس كرينيو، شحال هادي كانت كحله دابا ولات الباكاجين ديالها كحله. سو هادي شنو فيها؟ اي كامز وذ هاد التوب بوحدو، فيه صباغه دايره 40 درهم، ولكن خاص تمشي تشري هاد اللعيبه اللي هو ديفلوبر داير 10 دراهم. كناخد انايا 30 فوليوم، كناخد 30 فوليوم هادشي اللي شفت في يوتيوب، هادشي اللي تيقولوا. سو كناخد 30 فوليوم، كتميكسي هذا
والحاجه اللي خايبه فيها صراحه it doesn't come with the gloves. سو خاصكم تدبروا على الجلوفز ديجا عندكم ولا شريوهم ولا شي حاجه. هاد التوب باقي عندي منه واش كتشوف باقي هنا واحد شويكيكا ولكن هنا راه باقي عامر شفتوا عاد this whole one. سو انا ام هوبفول انه يقدني في شعري. ندخل ليوتيوب نقلب كيفاش غادي نصبغ شعري حيت ما عرفتش واش نبدا بالروتس ولا نبدا بلي لونغور. انا عارفه خاصك تبدا بلي لونغور عاد دير الروتس ولكن ما عرفتش علاش كنشوف عبد الله كيبداو بالروتس هما الاول. ولكن it's fun. I got this باش ما نبقاش لاوية ميكا على راسي وشادها بجوج زيوفة. So I got this حيت باش دير بحال هذا ديال الناس اللي كيبغيو زعما يدوشوا باش ما يدخلش لهم الماء لشعرهم باش ما يفزقوش. ولكن انا ذكية غادي نيوزيها فور ماي صباغة. Anyway, see you guys in a minute. لبست تريكو ديالي الصباغه دابا واش نتوما كتسناو انني ندير التوتوريال. ما عنديش فازلين غادي ندير زيت العود هنايا باش ما يخرجش ليا داكشي واخا يخرج لي زعما على الحنه ما يشدش فيه الودنين كيوليو دائما باي دي اند اوف ماي داين سيشن ودنيه كيوليو في لون شعري. حتى حناكي حيت انا عارفه راسي غنوصل لحناكي. ماي طاسه اند ماي تخليطه اجي اي لوك ديسكاستين بيكوز اي ام الله خرجه من ماي بيريود والضو ما عرفتش علاش حقير اليوم. سر انا داكشي ديال 50 مليلتر و 50 37 ما عنديش معاه كوم داب ضروري خصني ندير شي كايا باش ناخذ الغطاء الاخر. ها ذا واز سموث ني هاد لا تيكستور از جود بزاف ديال الشعر عشي حنايا الناس الشعر بوكلين كنتعذبوا حنايا باش نصبغوا ولا نمشطوا ولا نجمعوا ولا يكونوا دايرين هاد اللعيبه باش زعما حنا نصبغوا بها. ولكن اي لايك يوزينغ ماي هاندز يا بسم الله يا حافظ الله كيبان ليا واعر. اي ثينك اي شود هاف توك زعمايا سمولر بيسز كيما كيبان ليا واعر حيت انا عوره واخا قدامي المرايه. كيسكو جي في دون مافي مافي This is probably a bad idea. ولكن ما بغيتش تبقى لاصقه ليا فيني في صافي ابوندونيت اوريدي ام دوينغ ات وذ ماي هاندز اي دونت نو اف ام دوينغ رايت نير عشان قال الكوافيرات عندك الكوافيرات والطباخه كيكرهوني حتى انا واحد الانسان ما كنحترم حتى شي حاجه سمحوا لي اخوان انا واحد الامبوستور كبير ولكن شوف الانسان كيتعلم في الحياه للاسف بنادم كيطرطف شي حوايج اللي ما نافعين والو انا راه كنتملس راه ما كنشوف حتى حاجه اش كندير اش كندير اش كدير جميل هو في نصاص هاد الليل بحال زربت على شعري دغيا. لا داك قلت لكم راني عا كنتحسس راني عا كنتحسس كتشوفوا شي حاجه قولوا لي نديروا له دغياخ. It smells like a fart. I know I didn't fart because it doesn't smell like my fart. Do you guys كتعرف الريحه ديال your farts? Because I do. And when people say you farted, I'm like no. I know what I smell like, and this is not me. Guys, Sally's Tanya. I have to do my roots. Can do shampoo and she can sweep up. Guys, look at me. Layla, I'm tired. I'm honestly. It's only 7 hours. Oh yeah, yeah. See you guys منين نغسل هاد الحال. يلا دابا خليني ندير لكم كلوز اب بحال شويه باش معضوا كيفاش كيبان. هادي ديجا ان كوب اللي كنت ديجا دايراها لشعري دوبوي ام تي بوطا دابا واحد العام وانا كنقطع شعري بحال هكا. لا فيديو اللي كنت حطيت لكم في ذاك الايكوبينا هنايا انا عاود نحطها لكم في هنايا تماك دايره وريتكم زعمايا فيها كيفاش قطعت شعري ولكن هيرز هاو ات لوكس لايك. مازال مع الضو كيبان حمامر عرفتي هاد البلاصه اللي بقيت كنكثر فيها في الصباغه فاش بقات لي في الاخر بديت كنحس وكنخشي هنايا عرفتي في الاول هنا كان احمر احمر داير بحال الباربه والله الا شعري باربايات وغسلتو فاش غسلت شعري غسلتو ب 3 شامبوان واليوم الصباح عاود غسلتو ب 2 شامبوان عاد حيد لي هاد الحماره اللي كاينه هنا ولكن الصراحه اي لايك اي ثور اي وودنت It's amazing. كيبان لكم كيبري راح يدير عليه الزيت باسكو فريمون حسيت بشعري تدمج بزاف ولكن it's okay it look good. والصراحه اول مره ديما فيما عشيش مخي كيقول لي ان الوفكات كتبان زوينه في الشعر بوكلي ولكن اول مره دابا غادي نصايب الوفكات غادي نصايب شعري ستريت. مشيت عندك لا صايب لي شعري كله ستريت ولكن جي لهاد القصه هذا ودوريها لي
وداك الشيء اللي دارت. كدابا جالسين كنخملوا دونك ما تسولوش على كاين علاش كاينه طبله في بيتي. But anyways, let me know what you think about my new hair. واش عجبكم؟ المهم انا غادي نديكم واحد 360 على my hair وتشوفوا كيفاش دار. مزيان؟ هوب انه كتبان مزيان. Thank you guys so much for watching. لو عجبتكم الفيديو give it a big thumbs up and subscribe if you want to see more. ما تنساوش في الكومنتات تقول لي كيعجبكم شعري. I feel so pretty. I haven't felt pretty for so long. ودابا I do feel pretty. I'm so grateful for feeling pretty. صافي سالينا. Thank you for sticking by again and I love you. Bye.